ينضم إلي حول هذا الموضوع وتفصيلاته مباشرة الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي سابقا. دكتور مهدي، أهلا بك ومرحبا. ربما يعني ترامب هو الرجل الذي يتوقع ما تخالفه جميع التوقعات الأخرى حتى في بداية فوزه بالانتخابات الأمريكية، والآن لم يكن أحد يتوقع أن تحكم أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة بمثل هذا الأمر أو تصدر قرارا يوقف الأحكام الأخرى. وبالتالي هل تعتقد أنه هذا نصر جديد أم تدخلت السياسة في القانون في الولايات المتحدة؟ لأنه الكثيرين يرون أن الأمر هو تمييز عنصري، أنه ضد الدستور، ضد حقوق المساواة وغيرها، مقارنة بما يراه ترامب وإدارته بأنه حفظ للأمن القومي الأمريكي. أولا تحية ليك ولضيوفك الكرام، واسمح لي أقول أن التعاطي مع ما حدث في المحكمة العليا سوبريم كورت، أعتقد نقل خطأ، لأن المحكمة لم تحكم، المحكمة قررت على عكس ما بعته ترامب في تويتر قبول النظر في القضية في الخريف والإبقاء على بعض الأجزاء العاملة الآن بشكل مؤقت إلى أن تنظر للقضية وينظر المحققين، وهناك هذا الكلام يعني مكتوب بتفاصيله. عفوا، لكن صدر المحكمة ستنظر، صدر عن الإدارة الأمريكية أن هذا القرار سوف يعمل به خلال 3 أيام. يعني أنت سوف تبدأ، بما أنك تمتلك السلطة التنفيذية، ستبدأ في تنفيذ ما كنت قررته مسبقا، لأنك جمدت الأحكام المضادة لما تراه. سيبدأ التنفيذ بالفعل في غضون 3 أيام. لا، في الحقيقة الكلام ده خاطئ. لا، هو في الحقيقة هذا صدر، هذا صدر المحكمة، قرار المحكمة هذا هو يقول ان بعض، لا اتحدث عن المحكمة هي التي اصدرت، الإدارة الأمريكية قالت ذلك. الإدارة الأمريكية ستنفذ جزء مما سمح به إلى أن تنظر المحكمة العليا في هذا القرار في أكتوبر. سمح ببعض الحالات التي لها أقارب أو عمل أو صفة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مع منع الآخرين الذين من خلال من هؤلاء الست بلاد من دخولهم إن لم يكن لهم سبب أساسي. النظرة القانون، وهذه النظرة جاءت بموافقة 6 من المستشارين في المحكمة العليا، لكن ينظر إلى القرار بإجماله في شهر أكتوبر. دي نمرة 1. رقم 2، ليس هذا انتصار لترامب أو لأي شيء، لأن المؤسسات الأمريكية سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات قضائية لابد أن تنتظر الحكم النهائي. هذا سجال، يعني في هذه المرحلة يعتبر استمرار لما كان به، مع وقف بعض النقاط التي كانت تمنع حتى من لهم أقارب أو لهم عمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول في الدخول، فالآن يستطيعوا أن يدخلوا، لكن لم يصدر أي حكم. بالإضافة أن الإدارة الأمريكية لها سلطات معينة من خلال السلطة الرئاسية أن تسمح بناء على قرار المحكمة العليا بدخول هؤلاء، لكن لم تنظر هذه القضية بعد في المحكمة العليا. والتويتة التي بعتها الرئيس ترامب تويتة خاطئة، فلم يتم الموافقة 9-0، بل تم تأجيل النظر، وأن المحكمة في قرارها قالت أن كلا المحكمتين السابقتين صحيحة أحكامهم. نعم، طيب دعني أيضا أحاول أن أخوض معك في الجوانب التنفيذية، لأنه دائما الشيطان يكمن في التفاصيل، هنا يكمن في التفسيرات أيضا، في التفسير. يمكن أن ينفذ ما تريد السلطة التنفيذية أن تنفذه، يمكن أن يتم تنفيذه لكن من خلال طرق التفسير. مثلا من له أقارب بدرجة مهمة، فكرة الأهمية أمر نسبي. الجامعات، يمكن أن أصدر الجامعات بعدم قبول طلاب من هذه الدول، ألا يمكن أن يكون ذلك على الصعيد التنفيذي، أم هناك طريقة أخرى تجري بها الأمور في الولايات المتحدة؟
هناك طريقة أخرى، لأن السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية هي تعتبر السلطة العليا بعد الكونغرس. ما يتم الآن هو جولات وحوارات في هذه المسألة، لأنها أحد الاستحقاقات الانتخابية لترامب الذي فشل في تحقيقها وتم ضربها في خلال 24 ساعة من خلال القاضية في نيويورك. هذه المسألة لا أعتقد أنها ستستمر بهذا الشكل، وقد رأينا أن الإدارة الأمريكية والمجموعة الرئاسية تحاول إعادة هذا الموضوع مرة أخرى للإيفاء بالوعود الانتخابية، لكن القضاء لن يسمح بالتمييز العنصري ضد أقلية أيا كانت، وقد رأينا هذا في المستويين السابقين من القضاء. وقرار المحكمة العليا الآن بتفاصيله لو قرأناه نجد أنها لم تعترض أبدا على القرارات السابقة من المحكمة، وينظر المتخصصين أن هذه مسألة لابد أن تنظر من المحكمة العليا، ولكنها تعتبر محسومة وقد سمحت ببعض النقاط فقط لأن هناك سلطات في السلطة الرئاسية في من خلال البيت الأبيض يتم تنفيذها لمدد معينة ويتم تجديدها زي ما حضرتك قلت 90 يوم يتم تجديدها. مسألة طبعا ينظر في التفاصيل، مسألة درجة القرابة ممكن يتلاعب فيها المنفذ، ودي المسائل التي حدثت منها أخطاء كثيرة في بداية تنفيذ هذا القرار. أيضا طبيعة العمل بالإضافة إلى الدراسة، هناك أكبر من 160 أكثر من 160 مؤسسة، منها مؤسسات زي مايكروسوفت والشركات الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المستوردة والخبرات المستوردة، لديها محامين يعترضوا على هذا القانون، وقد تم قبول بعض الحالات بناء على أهميتها لهذه الشركات. نعم، يعني إذا هناك الكثير الذي يمكن أن يقال أيضا في هذا الملف. أخينا أسألك وتبقت لدي ثوان معدودات، يعني هل تعتقد أنه يكون هناك المواجهة القضائية تفضي إلى مزيد من الجدل داخل الولايات المتحدة بما يحسب انتصارا سياسيا أم لا؟ محاولة الانتصار السياسي لن تحل المسألة، المحكمة العليا هي التي ستحلها، وأعتقد أن في معظم الحالات التي نظرت المحكمة العليا لقرارات في مثل هذا خاصة أنها موافقة على المحكمتين السابقتين، أعتقد في النهاية سيكون النصر للمبادئ الأمريكية ألا وهي عدم التمييز. نعم. وسننتظر في الخريف ونرى النتيجة. أكيد، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا دكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي سابقا.